السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباب وأصدقاء قناة اخترنا لك. موضوعنا النهاردة عن مسلسل تم الاعتراض على اسمه من مؤسسة الأزهر الشريف. قبل ما نتكلم عن الموضوع، يا ريت ما تنساش بعد ما تشوف الفيديو تعمل لايك وشير، وما تنساش في 3 مواقع أسفل الفيديو يا ريت تضغط على أي واحد فيهم وتخش الموقع ده، هتلاقي عليه إعلانات، اضغط على الإعلان اللي فيه كده عاملينها وجزاكم الله كل خير. اعترضت مؤسسة الأزهر على اسم مسلسل ملائكة إبليس بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى. واستجابت الشركة لاعتراض الأزهر وتم تغييره إلى وبيننا معاد، وبدأت أسرة المسلسل تصويره منذ أسبوع في مصر الجديدة ليشارك في السباق الدرامي الرمضاني 2019. ومسلسل بيننا معاد من إنتاج تي فيجن لطارق الجنايني، وتدور أحداثه في إطار شعبي. والله هو مؤسسة الأزهر ليها حق، يعني كلمة المسلسل عنوانه الأول ملائكة إبليس، يعني عنوان غير لائق فعلا، يعني ملائكة وإبليس. طب ملائكة إبليس من إمتى إبليس ليه ملائكة؟ يعني هما كلمتين متضادتين عكس بعض بالظبط، الملائكة حاجة والأبلس حاجة، استحالة إن هما يلتقوا. فعنوان فاشل فعلا، ومن حق الأزهر إن هو كان يعترض عليه ويتم تغيير الاسم بعد من اسم ملائكة إبليس لتغيير الاسم الجديد وبيننا معاد. وبيننا معاد اسم أحسن وأفضل بكتير طبعا. وده كان موضوع النهاردة، متنسوش تعمل لايك وشير للفيديو. كان معاكم تامر نبيل وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.